قومي إيمانا قويا بأن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجمع بين البشر هو الوتر. عائلة البقاليين مؤسسي الحضرة الشفشاونية لها تكوين موسيقي حاصل على شواهد السولفيج بالجائزة الأولى والجائزة الشرفية في الموسيقى الأندلسية. هذا ما ساعدها على امتلاك الأدوات العلمية الضرورية للإبداع في فن الحضرة بالإضافة إلى الإرث من الأجداد. الحضرة بسقوى وكان لابد من الدراسة الأكاديمية لخدمة هذا الفن وإبراز المكان التي تليق به كما تقول. بحثت في قصائد قديمة وأصلها وأطرت فتيات المدينة فأسست فرقة أخوات الفن الأصيل سنة 2004 هي رحوم البقالي. منابع الجمال في التاريخ العربي والتاريخ المغربي وفي جميع الفنون أن المرأة دائما هي الملهمة، هي مصدر الجمال والإلهام والإبداع. فمعروف أن في ثقافة مدن شمال المغرب وتحديدا تطوان وشفشاون وطنجة أن له للمرأة ثقافة عريقة، سواء لا في اللباس لا في الذوق لا الأكل لا في جميع المستويات. ومعروف أن الفنون أن المرأة تبدع فيها في المقام الأول. قد طال شوقي thank you.
صبري وزاد تشوقي. نحو الحبيب وما إليه سبيل، كانت في مدينة شفشاون بمختلف زواياها، بمختلف زواياها أنها كانت مدرسة روح، مدرسة روحية لفن الحضرة، تقام في عدة مناسبات دينية ومناسبات اجتماعية، أذكار وسماع. ومن هنا كانت انتبهت الفنانة رحوم البقالي أن فن الحضرة، انتبهت له أنه منابعه هي الزوايا ودواوين وأشعار كبار الصوفية، سواء مغاربة المكتوبة بأسجال أو بقصائد هي بالعربية. القصائد والأشجال في هذا النمط فهي قصائد لسيد محمد الحاج البقالي، نجد سيدي علي الحاج البقالي، المؤسس الزاوية البقالية في القرن العاشر الهجري، اللي هي موجودة بإقليم شفشاون. فهذه الزاوية نبعت منها هذه الطريقة في الحضرة الشفشاونية، في طريقة الإيقاع وطريقة الإنشاد والحركة. فالمتون الشعرية مستعملة أيضا قصائد لسيد محمد بن علي بن ريسون. فاشتغالي على هذا النمط، اشتغلت أيضا على أسجال مولاي علي شاقور، وخاصة في الإنشادة العروبية النسائية في طابع الحصار. اشتغلت أيضا على القصائد لأبي الحسن الششتري للإمام الحلبي رضي الله عنه، اشتغلت على قصائد الزاوية الحراقية.
قمت بواحد البحث وجمعت الشتات ديال هذا النمط من الزاوية البقالية والأصول والشيوخ ديال الزاوية البقالية، وأيضا ما ننسوش قصائد اللي سيد محمد بن علي بغيسون. فلما اشتغلت وضعت واحد المنهجيا هذا النمط وقاعدة على نقوله بحال 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 اللي وثقناه عن مستوى تنظيم الأشعار، عن مستوى التسجيل ديال الأقراص. فلما جهز النمط يعني كنت أدرس هذا النمط بالجوانب الفنية ديالو كلها، فقمت بواحد المبادرة أسس جمعية في هذا الزمن ديال البداية 2000 تسمى بأخوات الفن الأصيل. فالتحقوا بي واحد العدد كبير من الشابات ديال المدينة، فكان الهدف هو ماشي تأسيس فرقة للاشتغال، لا، تأسيس هو الهدف هو تأطير الجيل الصاعد وتعليم ديالهم هذا التراث وهذا النمط، ومن خلال تأطير هذا الجيل خصنا نضمنوا استمرارية هذا النمط. فكانت الفكرة، فانضموا عليها أكثر من 70 شابة ديال مدينة شفشاون. أنا يا عدوى في مجموعة الحوم بقالي، رئيسة جمعية أخوات الفن الأصيل حضرة الشفشاونية. التحاق ديالي بهذه المجموعة كنت أنا ملي كنت باقا صغيرة وأنا ملوعة بهذا الفن هدايا، وكنت دائما كنسمع له بحال جميع السكينة مدينة شفشاون وفتيات ديالها خاصة، وكنت كنسمعه وكان بين الطموح ديالي نرجع في المجموعة. والحمد لله دخلت مع هذه الموسيقى وتكونت شوية في الموسيقى والتقيت بالأستاذة ورجعت معها، وكانت تجربة رائعة، مكنتني من إغناء الرصيد الموسيقي ديالي، والمشاركات كانت متميزة، كنت فادتني بزاف في هذا المجال الموسيقي، ومكنتني من التعرف على الثقافات الموسيقية الأخرى. أكدت رحوم البقالي للبرنامج أنها تؤمن بعلم الموسيقى، فلو كانت أرادته تقليدا عن الأمهات لم يكن ليتخطى الحدود الوطنية نحو العالمية. الموهبة كما تقول يجب أن تحصن بالعلم والدراسة وتوفر أدوات العمل والمعرفة حتى يتقدم هذا الفن من حسن إلى أحسن ويتواصل مع فنون شعوب أخرى. تحرص رحوم البقالي على أن تساهم في إبراز صورة مشرفة للمرأة المغربية في الإنشاد الصوفي بجوانبه الفنية والعلمية المضبوطة. وعن مستوى استمرارية لازم خصها تكون تضحية، لازم خص يكون الصبر، لأن ما كتوجد أنت واحد الفارق وكيكون كينقطع النص لظروف مع الدراسة، إتمام دراسة خارج مدينة شفشاون حيت حنا ما عندناش كليات، لظروف ديال الزواج مثلا. فأنا تأطير دائما عندي لمدة 14 سنة 13 سنة كل أسبوع ما بين 6 ساعات 8 ساعات بصفة مستمرة، ما نقطعش التأطير باش نضمنوا استمرارية، لأن يمكن أكثر من 90 على ما أظن شابة اللي هي أثرتها في هذا النمط، اللي هي أثرتها منها اللي أسست فرقة ديالها، أسست فرقة ديالها، والآن الحمد لله كاينه واحد النهضة في شفشاون ديال الفراق ديال الحضرة، وهذا شرف لنا. الفضل كيرجع للأستاذة، حتى هي يعني بحكم أنها أستاذة وعندها تجربة كبيرة في هذا الميدان، طريقة التعلم ديالها طريقة أكاديمية ومبسطة جدا، يعني كتسهل للمتلقي يعني استيعاب ديالها وفهم ديالها، وكذلك كتحببنا في هذا الفن هذا، يعني طريقه مبسطه واكاديميه علميه، يعني سهل علينا كنتقبلوها ونحفظوها.
فتح الباب للجميع من اجل تأطير هذا التراث، لان كيعبر الحمد لله اللي خصنا من خلال هذا التأطير نساهموا في ابراز المراه المغربيه في الانشاد الصوفي، لان الانشاد الصوفي كان محتكر من قبل على الرجال، فحنا بغينا نقدموا المراه المغربيه في الانشاد الصوفي ولكن بصفه مشرفه، يعني انشاد الصوفي بالجوانب الفنيه ديالو مضبوطه ما كيقلش مستوى عن الرجال. نظرا لعلمها بال طبوع الموسيقى الأندلسية وعلمها بالمقامات طبعا كخريجة من هذا المعهد الموسيقي بهذه المدينة، يعني عرفت كيف توظف يعني خبرتها فيما يتعلق بتنظيم هذا الفن، ولهذا نلاحظ أنها عندما تقوم بعمل ما فإنها تقوم به بكيفية منظمة. يا مدير الفلاح يا منذ القدم كانت قصيدة تحتوي على 30 بيت أو 40 بيت بالتلقائية للأمهات والجدات والأمهات، يمكن ينشدوا هذه القصيدة في طبع واحد مثلا غريبة الحسين أو الحجاز، ويمكن يستمروا في لحن واحد أو في طبع واحد لمدة أكثر من 40 دقيقة أو 60 دقيقة. فهذا الشيء لما دخلنا نماط الحضرة الشفشاونية إلى حقل الثقافي وإلى المسارح وإلى الإعلام، فملزمين إحنا أن باش يكون عندنا منهجية ووضعنا قاعدة من هذا النمط، كيفاش تقدموا في تلخصوا في 5 ديال الدقائق، كيفاش تلخصوا في 4 في 15 دقيقة، هذا كيبقى عمل وكيبقى عمل بالمعرفة وأدوات العمل. ذاع عزيز رحوم البقالي في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية والأمريكية، حتى أصبحت تقوم بدورات تكوينية فيما يخص الطبوع والإيقاعات لكثير من الموسيقيين الأجانب، منهم من يطلب أعمالا مشتركة معها، فكان ذلك مع مطرب أندلسي يدعى ميشيل جيل. تجربة أخرى كانت لرحوم البقالي أثناء حضورها مهرجان البرازيل للموسيقى والرقص مع فرقة برازيلية وأخرى عراقية، قدموا خلالها عرضا مشتركا اشتغلت فيه على الحجاز الكبير والسجل للتلفزيون البرازيلي، وفي هذا الصدد أكدت للبرنامج أنها تفرض النمط الموسيقي المغربي في كل عمل مشترك. من أجل توسيع هذا النمط ضفنا الطبوع النادرة الاستعمال كالحصار مثلا، الزوركاند، المشارقي الصغير، الحسين، و أيضا بحكم تأثير الموسيقى الجبلية المحلية اللي كتمتاز بها هذه المدينة ضفنا أيضا الحجاز الجبلي حتى نستطيع نقرب هذا اللون إلى أكبر عدد من الناس من أجل تنويع الطبوع، ما يكونش ينشد في المونوطية، يعني في طابع معين يكرر الجملة تكرر الجملة الموسيقية في لحن واحد.
هي لوحة متكاملة، بمعنى أن بما دامت أن فن الحضرة والفنانة رحوم البقالي بحثت واجتهدت في التنقيب عن منابع الحضرة في أصولها وقواعدها، كان لابد من استحضار واستلهام اللباس المغربي الأصيل، وبصفة خاصة لباس مدينة فشاون الذي كان كما قلت يعود إلى 80 سنة أو لمدة قرن من الزمان. يعني بمعنى هذا اجتهاد، يعني بمعنى أن يقدم في العصر في القرن الحالي صور بصيغة جمالية وراقية، هذا اجتهاد، يعني بمعنى ليست صور نمطية ولكن فيها اجتهاد، تحس بأن بروح العصر وبروح الفن أنها تسري في هذه اللوحات الراقصة والمعبرة على وجداننا. وزادت حتى في بعض الأشياء، يعني زادت مثلا واحد جد العلوم، واحد العلم من هنا واحد العلم من هنا، زادت القضية ديال الملابس. الملابس يعني وهذيك الملابس يعني هي هو لباس شفشاوني تقليدي، ولم يكن يعني يطلب في لدى عناصر الحضرة في المدرسة التقليدية. نساء الحضرة التقليدية يعني لم يكن يعني يخضعن لهذا اللباس أو لهذا المظهر، وإنما على العكس من ذلك كان الهدف الأساسي وهو أن هذه الفرقة يعني أتت إلى هذا الحفل من أجل أن يسمعها النساء، لا من أجل مثلا أن ينظر إليها. ملي اشتغلت على هذا النمط ما غابتش عليا، قلت أنا نعمل واحد البحث في الزي. الزي اللي هو كذا ارتاده المرأة الشمالية منذ القدم. فقمت بواحد الجولة عن مستوى الشمال، فبحثت في الصناديق ديال الجدات والأمهات، موروث القفطان من الأم إلى الجدة إلى الخالة إلى آخره. فجمعت القطع اللي استطعت نجمعها، واللي ما استطعتش لحد الساعة مازال كنكريها من البازارات. فبغينا نقدموا احنا صوره متكامله ديال التراث اللي هي كدمتها على العين والاذن، متكامله تراثيه فيها تجمع الجمال في النظر والمضمون في الاصوات وفي الايقاعات وفي الانشاد. فهذه اللبسه كانت كترتديها المراه الشماليه منذ القدم. فأنا لما اشتغلت على هذا النمط حاولت نستحضره بكل الجوانب ديالو الفنية. فاللبسة كتجمع العدد من القطاع تراثية قديمة، فمثلا هذا القفطان ديال الحاج عمر القديم له أكثر من 80 سنة، وكذلك هذه السبنية تسمى السبنية ديال البحر ديال الحرير قديمة، هي عندها أكثر من 50 سنة، وهذا الحراز مطروز بالحرير الأبيض، وهذا ما يسمى بالطاكون، هذا الطاكون وهذا الجوهر الفرسانو، جوهر فرسانو. كذلك الحزام اللي هي قطعة مهمة تراثية مهمة في هذا اللبسة، هي الحزام داق مويقنا. داق مويقنا معناه داق الساعة، اللي هي مطروزة مضبوطة على شكل داق الساعة، داق مويقنا. فهذا الحزام هذا اللي هي كيكمل الجمالية هذه اللبسة التراثية. والحلي والمجوهرات على حسب الطقوس والمناسبات، يمكن تكون كثيرة يمكن تكون ناقصة. فهذه اللبسة هي في نفس الوقت لبسة متحجبة ديال الحجاب، وهي فيها الجمال. تجربة الرحوم البقالي طبعا هي تجربة فريدة من نوعها على مستوى هذا الفن، الذي أرى بأنها عملت على تطويره وتسويقه يعني على المستوى الدولي، نعم، يعني تخطط بالمستوى الوطني المستوى الدولي، وأصبح يعني هذا الفن يعني معروفا يعني في العالم بأسره. أصبحت مدينة فشاون للجميع، العشاق والعشاق في الحضرة يرددون ما يسمعونه في فن الحضرة من قصائد ومن أغاني يحفظونها عن ظهر قلب. وفي بعض المناسبات أن لما نحضرها أو تكون أن هناك جمهور
خاص، يعني الجمهور له مواصفات خاصة يحضر إلى هذه إلى 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 العروض التي تقدمها الفنانة رحوم البقالي، سواء من ناحية اللباس أو من ناحية الإصغاء، كأن الطيور فوق رؤوسهم تحس أن بهم محبة وعشق لهذا الفن الذي هو انبعث منهم وإليهم. فكنتمنى وتكون عناية أكثر وتكون عناية بالمبدع الحقيقي، ماشي هو كوبي كولي، لأن المبدع خصو عناية خاصة، واللي كيشتغل أنه كيشتغل على البحث، كيشتغل على التأطير، وكيشتغل كيشتغل على جمالية نمط معين، ويكون لا شيء ويبينوا في حد الحلة أبهى وأجمل عن جميع المستويات. فنتمنى أن إن شاء الله تكون يكون تشجيع أكثر ودعم من هاد الناس وأساتذة واللي سبقنا واللي هما عندهم تجربة أكثر منا في هذا في المجال الموسيقى التراثية المغربية. ودائما كنتمنى من خلال هذه الرسالة هي الحضرة هو ما ينشد بالكلام الصوفي، دائما تقدم في واحد الحلة، في واحد المكان مشرف، في واحد المكان عنده قيمة، وفي واحد في واحد تبقى في الصورة ديالها. يعني ما نقولوش احنا كان النشد الشعبي او النشد اي نمط ونخلطوه بالحضره، فالحضره عندها طقوس، الكلام ديالها صوفي وطقوس ديالها صوفيه روحيه.